شات رياكشن. السلام عليكم النادر وانا عودتاني. عدنا عودتاني والسيمو القناوي خونا عاد معنا عاد بتراك جديد عودتاني. شحال دقينا واحد السيزيام اكس تخي غادين تبارك الله بسلام وتبات فهاد الالبوم. هذا الالبوم سارو ديال خونا القناوي كنتمناو يكون بخير وكنتمناو ليه ان شاء الله الفرج من داكشي اللي عايش. كنتمناو ليه ما هو احسن. اون باسون تحيه لكم نتوما واخا بنتو اللي بديتو كتعياو لي فان ديال القناوي بنتو اللي بديتو كتعياو. التراك هو دابا 19 ساعه باش خارج يلا 78 كاش. واش ما عجبكمش التراك اشنو طار قليل السيمو القناوي راه كان كيضرب 100 كا كيضربها في ساعه ساعتين 100 كاش ودابا هذا باقي قرب يضرب عليه النار ويلا 78 كا اش طاريك معيتو ديك اللعيبه تاع الفان ديال بصاره خاصو يكون على القرص. ما علينا انت اصلا انت هو قيل غفلنا البارح لقيتها مع شلاح التراك وهذا بوتيت السبب. هذا هو السبب علاش ميت اكتيفاو نتوما زاد ملي ما غاديش يعاونوا بشي حاجه على الاقل يعاون بالبارطاج بلايك بهذا كل ما طلعت الفيديو. هذا هما الموارد اللي عند السيمو القناوي سو خاصنا كاملين نعاونوا. دخلوا تمزكوا مرحبا بالجميع. التراك فيه 4 دقائق و22 دخلوا نشوفوا انا تشديت اتاني تشديت انا ممكن تقاري مزيان قبل دو مارج قلت انا تاني تشديت صافي دير فور ذا سيكند تايم مره ثانيه كنشد ورا ناخذ سيما بيرفكت عرفتها ديال ستريت فايتر هادي ديال ستريت فايتر هادي بيرفكت تلت شديش الحباسة كيف لعركو عميقة مكيف ونكونيكتي في الباركو سليمو الكابل الساطة دي شاركو الساطة كتشمش فيه وانا يفاركو سيطر في جنابي ما باغيش يشفاكو شكون اللي خلاك جوا واحد جيب غاركو الراب خلاني مستقبلي داركو القرعة اشربة في البيت وانت ساركو سمحوا لي لقل مشو مدر بشواركو فريس نزانة باغي نعيش بشواركو فريس نزانة قتلي ونتحاركو جبدنا الاسلحة وبدينا نتواركو يدي قصيرة وسلاش خلط واركو يدي طويلة وجبد فيها طواركو مطح له هدرة قلب غبر تواصلو خليشكم برا ما بقينا نتواصلو. بوبا ماش كنتوقع هاد الريتم بحال هكايا ولا هاد السير بحال هكايا مي سافا فيت سافا تخي 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 فيت اون توكا سيرا. امتى نخرج ليك حبيبة نتباسلو امتى ندخل ليك الحمام نتكاسلو غناوش وطك كيضرهم فاصلو غناوش وكد راه غانت اللي حاصلو ماش فضو واش تنتو مرقدتو كي داز النهار العام تو ركدتو عام التلفاز حتى فيلم مسجلتو حولت التلفاز وليت فان ونفدتو انايا اللي صغبي جاني سكاش ورفدتو انايا اللي كعبي جيت نهضر ورفدتو تهزيت في ضربة نصيحة سكتو تهزيت في ضربة شفيها الا ابتسمتو درتك في حناك دور له قرفادة عري له مسعودة ما تقول له لماذا شنو بحال كيعاتب راسو شوية بحال كيدو انا اللي ما كانش خاصني ندير ولا هذا بريز دو كونسيونس نادم كيلاحظ شي اخطاء اللي دار اللي ما كانش خاص يديرو على ديك تاني تشديت حيت اذا تشديتي المره الاولى ما خاصك دير نفس اللعيبات وتشد المره الثانيه. درت على حقي اين الاستفاده نعرفوا الكرامه غنعيشوا خير هذا سكات مضرب لدراري لابنات كي شاف كي يالله حبات وياك جبهة المعاناة يلي ما اضيها فراس يلي ما قاتم احساس يلي ما خايف على ناس صراحة ستيل مغاير ستيل مغاير مزيان الزعامة بحال هكا باش بنادم يمشي في ستيلات وهذا غير لحد الساعة ما عرفتش انا كنت كنتسنى الروفران الا كان هذا هو الروفران نورمالمون الروفران من القوة ديال السيمو القناوي من احسن اللعيبات هما لي روفران رغم ان هذا الروفران هذا ما كليكاش بحال كي بحال لي روفران مال ما كيطلق الروفران صافي كيدخل في الودن كيجي السون اللي ما الرحمة والو سدينا ليا بوحدي كليبيل الناس ما باغيش يجي لنهار لليل قوت تخمع وقت شي دوز ثقيل يلاه بدي شو باقي العام طويل يجيني العفو والامر قليل حقدن عليا من خلال ما قيل خاصو كرامتي غوت سمعت الخيل تا ولي باقي وعايشوني دليل حريه وكرامه كلشي انت بوبير ما يحسبش بنادم ما يحسبها بير ما كاين حريه ما كاين غير غباء شحال من واحد عبر وقت القراع وا صافي ما تقدش تقول اي حاجه بغيتي ولا اي حاجه وسبيسيالمون شكون اللي غادي يسمعك داكشي الا كانت شي حاجه باقي ماشي
كيولي داك موضوع راي عام وكيولي معروف مفروشه القضيه كلشي كيولي رد البال. كتفرز مع شي واحد عنده شي سلطه صغيره ولا شي حاجه اطلب الله يكون كيخاف من الله وصافي. حرية تعبير يتبع شنو شكون طاغي باغي يدير سبع تاكل كرمز مرحبا بك طلع وطلع الرول ابو حلقه ترجع عيش درويش وضو السماع عيش وماشي درويش انت يا غسماع المرض تخشي صبعك وصبر الوجع لبراجل مرضوك المسطره تفتع بعد علينا الا بغيتي تبدع ولسان اللي يقول لي كاين القطع وانا كنقول مال الناس تاكل داير لاباس وعايش على ظهر النفاق ما بقى ما نقول غير مجلس ناس وعارفين باللي كيركدوا العيا قليفه اش غادي تقول بينا من حسب اللي البلاد تحلبات من عند الرفاق. شو داكشي مفاصلي ما مولفش انا على سيمون القناوي مبرزط انا كنت مزك ومبرزط واخا هكاك والله ما مولفش عليه في الدريش مع هدايا وباقي دماغي الله كيحاول يستوعب الهيت اللي غادي فيها التراك هذا. تكتبوا لي لي كومونتير ديالكم مهمين على التراك هذا قول لي انتم كي حسيتوا باش سمعتوا هذا الهيت هذا ديال القناوي اش غادي نقول وتهمات حتى قالوا لك حله بيضاء مع قبل الاتفاق سكات واضحه لدراري لابنات كي شاف كي يالله حبات وياك جبت المعاناة يلي ما الضيعة فراس يلي ما قاتم محساس يلي ما خايف على ناس بو هادي الرفران في داك في المغزى ما فيش المهم ما عجبنيش انا الرفران موسيقيا ولكن في داك المغزى يلي ما ديهاش فراسك حيت كيما قلنا راه يعني احسن تديها في راسك الا كنتي غتحارب شي حاجه خاصك تكون كتستاهل وما تحارب بوحدك وتشد بوحدك وتعاني بوحدك لا غلط اللي ما رح ما وار مالي على حالتي في الاكشن ومخلي الدراما والفاشن غادي كنلعب شي عايله مخلي زمزم وروابا براشن العماله الو بصيني عافاك ولا رائحه رجال من رائحه رجال جبيني كرافت ولا بوت مجال هاد الكرافش مادام الرجل قصبه بالسلاط نتبع الحقوق مادام الحقوق كاينه في الليواط اوف ما الحقوق في الليواط اللهم نعوجو حتى حنا الا كنت باغي الحقوق ديالي خاصني ولي تمشي لذاك الجهه باش وليت انت حيديني من القائمه ديال الرجال حسبني كرافس طلعت ديال النقطه صعيب الرجوله باش تصدق اللي فهم بزاف راه تصدق اللي بغى يترش راهو في ورطه ضمير الحي بدل الحطه قول اللي باينو بلا فرطه لا قلتي اللي كاين درتي الغلطه شحال قدك الطير وتترطع عولي على الحبس اخره محطه اللي بغى يهدر راه عنده فمك راه جاي فمك وماشي فمك مالو هو ساكت مبرز فمك كيف غير معاه مك قد هو بهمك هذه نصيحه من واحد معتق كنا غادي نصحى زلام يتحبس الكاميرا بزقت تحبس تسجل تحبس وتنوض وتقلب علاش كيفاش نعود وهادشي الله داكشي اللي كيقول السيمون القناوي داكشي المهم ديال فهمتي ديك الله فهم الهيت ديال شنو طاري علاش انايا غادي ندلو حراسي للتهلوكه هادي الخلاصه ديال التراك هذا لا مصيح ما قال لي عاقل بدناوي عاقل بقى لا عاقل انا غنقلق وناجح تناقل ناجح في قريش ودير فيها هراقل دارو في لاكاس واش نقولوا البواحل سكات واضح لدراري لابنات كي شاف كي يالله حبات وياك جبت المعاناة يلي ما الضيعة فراس يلي ما قاتم محساس انا واقيلا الرفران كان غير مع هو لعب في واحد لاكام اللي كتخرج ليه الصوت ديالو والصوت ديال القناوي ماشي من فهمتي ماشي هي القوه ديالو الصوت ديال القناوي عنده القوه في بزاف ديال التوشيات اخرين اكثريه في الكشبه وهذا ولكن الصوت ديالو في الرفره هنا كانوا يلعبوا على شويه ديال لوطوتون ولا شي لعيبه باش ما يخرج الصوت اغريسيف بحال هكا للطرف ولا واقيلا هو بغاه بحال ديك اللعيبه تاع كنفيقك الصوت بحال هكا كنفيق ملي غنخرجوا بهذا الهيج بحال هكا اللي ما خايف على ناس اللي ما رح ما وارو اي فوالا الوغ الراي ديالي موسيقيا شويه واقيلا حنت السيل جديد باقي ما مولفش على هذا الهيت هذا وما عرفتش وتا تقولوا لي الراي ديالكم بغيت فريمون بغيت نشوف الراي ديالكم نتوما مع هذا السيل هذا اللي غنى به سيمون كنا
ولكن من ناحيه الموضوع والكتابه هاد اللعيبه هادي اللي كتبها غير ناوي يوصل لها هاد اللعيبه ديال اش داني وعلاش غادي نمشي لهاد الهيت هذا ولا غنمشي ندافع على شي حاجه اللي بنادم ما كيستاهلش لاش انايا ولاش هذا كتفهم بانه الا كنت غدير شي لعيبه بحال هكا خاصك ديرها بالعقل تصيفط ميساجات بالعقل توجه بالعقل ولكن دوك تخرج دوك خرجات بحال هكايا غادي يقمعوك وغادي يضحكوك وغادي تاكل الدقه بوحدك وحتى واحد ما غيعقل عليك راه هما لي فان كيقول لك قناوي القناوي شحال مره كتفكر قناوي في النهار الا ما كنتيش غتصنت المزيكت ولا شي حاجه تفكر فيه وتقول مسكينه شنو كيدير القناوي دابا ولا واش واكل ما واكلش مرتاح ما مرتاحش فهمتي بينك وبين راسك سول هذا السؤال هذا انت اللي فان هذا راه انت عندك حياتك وجراك وبالبلاك وهذا يعني سي نورمال بنادم اون فوا ما يبقاش يشوف غادي ينساك وهذا علاش اخويا سيمو علاش اخويا دير راسك هذا الشيء دير موسيقتك مزكنا وعيش واحد الهيت اخر وصافي خليك من هذا الشيء ولا كان شي ميساج لواحد يقولها في الموسيقى خروجها في التراك وتخرج في الموسيقى كيف ما درتي شحال من مره وكان عندهم اللعبه ديالهم هذا ما كان شكرا الناس اللي تفرجوا معنا خليونا شي كومنتار اي شي لايك اي تلاقاو في فيديو جديد.